السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم فاطمة ابو حاتي، والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض العيش الشامي. هنعمله على الطاسة بطريقة سهلة خالص وطعم لذيذ جدا ومكونات بسيطة ومتوفرة في البيت ان شاء الله. انك تعملي العيش في البيت ده حاجة اساسية لازم تتعلميها، علشان ساعات كلنا بنتحط في زنقات فبنبقى مضطرين نعمل عيش في البيت. تعالي بقى نشوف الطريقة. الطريقة سهلة خالص، ونشوف المقادير، والمقادير مفيش أبسط من كده. عندي هنا 4 كوبايات من الدقيق، 2 معالق من الخل، 2 كبار من السكر، 1 كبيرة خميرة، 1 صغيرة بيكنج باودر، وربع 1 صغيرة من الملح، وكوباية لكوباية وربع من المية الدافية على حسب الدقيق بتاعك بياخد قد ايه. اول حاجة هحط السكر، هاخد نصه على الدقيق ونصه في المية الدافية، واحط معاه 1 كبيرة من الخميرة، واقلبهم واسيبهم علشان يتفاعلوا، واتأكد ان الخميرة بتاعتي كويسة. هنحط بقى رشة الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر على الدقيق، ونقلبهم كويس مع بعض. وبعد 5 دقايق لقيت الخميرة بتاعتي خلاص عليت وفارت، هضيفها للدقيق، واضيف كمان 2 معالق الخل، وابتدي اعجن العجين. زي ما قلتلك ال4 كوبايات دقيق هياخدوا معاكي من كوباية لكوباية وربع، تمام؟ مية دافية. وهنعجن ونلم المكونات كلها مع بعض، تمام. وهنزل عندي العجينة على الرخامة وابتدي اعجنها بالطريقة دي. كل ما عجنتي العجين كويس كل ما اداكي نتيجة روعة، تمام. هنعجن، بصي، بفرد ولم، بفرد وألم بالشكل ده. لازم العجينة تكون معاكي لينة، ما ينفعش تبقى يابسة، وفي ايديكي تظبطيها. يعني لو لقيتيها لينة قوي هتضيفي لها رشة دقيق، لو لقيتيها جامدة وناشفة 1 معلقة مية ب1 معلقة مية لغاية ما تاخدي نتيجة مظبوطة، تمام. هتعجني في حدود 7 دقايق، مش اقل من كده، وبالطريقة اللي انا بقولك عليها لغاية ما توصلي للمرحلة دي. شايفة العجينة عاملة ازاي ولينة ازاي؟ تحفة جدا. هنرجعها البولة ونغطيها كيس بلاستيك وفوطة نظيفة، وهنسيبها تخمر. هي ما قعدتش نص ساعة وكانت خمرت، الجو حر وخمرت على طول. ولو في الشتاء ممكن تشغلي الفرن 2 دقيقة وتطفيه وتحطي العجين فيه يخمر على طول. هنبتدي نشكل العجينة لكور، طبعا على حسب ما انت حابة، عيش صغير او كبير ده براحتك انت خالص. انا هنا كورتها قد البرتقانة البلدي الصغيرة، تمام، بالشكل ده. طلعوا معايا 10 ترغفة، هغطيهم واسيبهم يرتاحوا 10 دقايق. بعد 10 دقايق ارتاحوا خالص، هبتدي ارش الرخامة عندي دقيق بسيط وافرد. بصي عشان العجينة اصلا عجنينها كويس وهي لينة، بصي بتتفرد معايا على طول ازاي، مش عاملة زي الاستك كل ما افردها تلم ولا حاجة، تمام. هنفرد العيش بسمك اقل من 0.5 سنتي اهو، بالشكل ده، قليل خالص اهو، حوالي 3 ملي. وهجيب صينية واحط كل رغيف على منديل من مناديل المطبخ، وده هيساعدني وانا بسوي العيش. هنفرد تاني، بنرش دقيق ونجيب الرغيف ونفرده بالشكل ده، سهل جدا، بيتفرد معي على طول. وعلى صينية عليها مناديل مطبخ، كل رغيف على منديل لغاية ما خلص كل الكمية، وغطيهم بفوطة نظيفة، وهسيبهم برضو 10 دقايق تانيين علشان يخمروا ويترفعوا. بصي هنا علي ازاي عن ما كنا مبططينه، تمام. طاسة سخنة على نار متوسطة، مش عالية قوي ومش واطية خالص، تمام. وهبتدي امسحها مسحة زيت خفيفة واحط الرغيف كده عليها. خدتي بالك ان المنديل مساعدني ان انا اعرف اشيل الرغيف بكل سهولة. 20 ثانية وهقلبه الناحية التانية.
20 ثانية كمان وهقلبه بالشكل ده لغاية ما يبتدي يلون ويقب. بصي بصي جميل ازاي، ما شاء الله روعة. عايزة اقولك ريحة الخبيز في البيت تجنن بجد، تحفة. شايفة لونه شكله وريحته وطعمه، مش قادرة اقولك هو جميل قد ايه. تاني شايفة المنديل بيساعدني ان انا احط الرغيف وبشيل المناديل. على فكرة المناديل مش بتتوسخ خالص، ممكن تستخدميها تاني في المطبخ. وزي ما قلنا بنحط العيش على طاسة سخنة وتكون ما بتلزقش على نار متوسطة، وكل 20 ثانية أقلبه الناحية التانية لغاية ما يبتدي يقب معايا بالشكل ده. على فكرة مش لازم يقب، يعني ممكن في بعض الأرغفة ما تقبش، بس ما تقلقيش خالص، على فكرة طعمها حلو جدا. وحتى اللي ما بيقبش بيتفتح برضو، ممكن تعمليه سندوتشات عادي جدا. تحفة. انا عايزه اقول لك يكفي فرحه الولاد حواليكي وانتي بتطلعي العيش السخن الجميل كده من النار، ما شاء الله عملوا كميه حلوه جدا، شكلهم بجد تحفه، يفتحوا النفس. بصي العيش عامل ازاي، روعه. هنفتحه ونشوف شكله من جوه عامل ازاي. بصي قد ايه جميل، شايفه فعلا في منتهى الجمال، مش قادرة أقولك الطعم فعلا جميل قد إيه. هنجيب واحد كده مقبش أهو، ده مقبش خالص، هنفتحه. بصي هو لازق في بعضه بس بتفكيه بيتفك عادي جدا وبيتفتح من بعضه، وتقدري تعمليه سندوتشات برضه مفيش أي مشكلة. فما تزعليش حتى لو في حاجة ما قبتش منك، مش مشكلة خالص، تحفة بجد في منتهى الجمال. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبك الفيديو لايك وشير، واعملي اشتراك لقناتنا على اليوتيوب علشان تقدري تشوفي كل الفيديوهات بكل سهولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.